بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله راح اشرح الليكتشر الثاني اللي بيتكلم عن البروتين فانكشن. حندرس ونركز على نوع من انواع البروتين اللي هو الجلوبولر بروتين. بالضبط حندرس المايوجلوبين والهيموجلوبين، حنناقش الفانكشن حقتهم والستركتشر حقهم، وبرضو حنناقش بعدين حندخل بالعوامل اللي بتاثر على الاكسجين وارتباطه بالهيموجلوبين، واخر شيء حنتكلم عن الهيموجلوبين باثي اللي هي امراض. نبدا بالجدول هذا، سووا كابتشر عليه. المايوجلوبين اللي هو مكون من سلسلة واحدة من البوليبيبتايد تشين، يعني سلسلة واحدة بس، وعنده جوته هيم جروب واحد. الهيم جروب موجودة ترى بالاثنين، موجودة بالمايوجلوبين وموجودة بالهيموجلوبين. الهيم جروب هذه ايش تسوي؟ بتغلف للأكسجين، هي جروبات بتنقل للأكسجين نفسه، جروبات النقل الأكسجين. يعني مثلا عندي الأكسجين هنا O2، هحط له كذا جروب بينقله، هو اللي بيغلفه، تمام؟ فهي جروبات بتنقل الأكسجين. المايوجلوبين عنده سلسلة واحدة وعنده جروب واحد من الهيم جروب. برضو كمان بما أنه عنده سلسلة واحدة وعنده one هيم جروب، فالone هي والواحد هذا هيم جروب هيرتبط بواحد أكسجين، تمام؟ إنما الهيموجلوبين هيكون عنده 4 سلاسل من البوليبيبتايد، هيرتبط بأربعة هيم جروب، هيرتبط بأربعة هيم جروب، وحينقل لي أربعة. بما أنه عندي 4 جروبات من الهيم جروب، كل جروب هيرتبط بواحد من الأكسجين، فحيصير عندي 4 بوليبيبتايد، حيصير عندي 4 سلاسل بوليبيبتايد كذا، 1 2 3 4، وعندي 4 هيم جروب وأربعة جزيئات أكسجين ترتبط بالهيموجلوبين. طيب الشكل الستركشر حقه، إحنا نعرف إنه البروتين يكون أول شيء برايمري، بعدين سكندري، بعدين تيرشري، بعدين كوارتري. الهيموجلوبين شكله كوارتري رابع، ليش؟ لأنه عنده 4 سلاسل من البوليبيبتايد، وبرضه كمان عنده فانكشن، وظيفة معينة. فالمايوجلوبين عنده المايوجلوبين شكله الستركشر حقه تيرشري، ليش؟ لانه هو شوفوا، البرايمري والسكندري ما عندها وظيفه، التيرشري يبدا يصير عنده فانكشن. فهذه كلها المايوجلوبين والهيموجلوبين اكتيف وعندها فانكشن، فاما حتكون تيرشري او كوارتري. التيرشري اللي هو المايوجلوبين لانه بس عنده سلسله واحده، انما الهيموجلوبين بما انه عنده 4 سلاسل حيكون عنده شكله كوارتري. طيب هذا الاستركشر حقهم كلهم، حين حندخل على وظيفتهم. المايوجلوبين وظيفته تخزين الاكسجين، ستورج اوف اكسجين، بيخزن لي الاكسجين، تمام؟ والهيموجلوبين ايش بيسوي لي؟ ترانسبورت. الهيموجلوبين شغال زي السياره، بينقل لي بس الاكسجين من اللنجز الى التيشيو، وبعدين ايش بينقل كمان غير الاكسجين؟ بينقل ثاني اكسيد الكربون من التيشيو، بيرجعها لللنج عشان اللنج تعمل لها ديسبوزل وتتخلص منها. المايوجلوبين زي ما قلنا انه هو بيخزن لي الاكسجين، بيخزنه فين؟ بيخزنه في المسلز اللي هي في العضلات، تمام؟ المايوجلوبين بيخزن الام، شوفوا ام مع ام، المايوجلوبين بيخزن الاكسجين في المسلز. الهيموجلوبين فين متواجد؟ متواجد في الريد بلد سيلز اللي هو الارثروسايت اللي هي كريات الدم الحمراء، موجود جوتها. فتكلمنا عن الستركتشر، تكلمنا عن الوظيفة. المايوجلوبين بيخزن الاكسجين وبس، بيخزن لي اياه، بيحفظه في مكان معين اللي هو في المسلز، انما الهيموجلوبين بينقل لي الاكسجين. واخر حاجة اللي هي خاصية موجودة عند الهيموجلوبين مش موجودة عند المايوجلوبين، الهيموجلوبين عنده خاصية اسمها كوبرتيفيتي. الكوبرتيفيتي خلينا نشرح لكم يعني زي كذا، عندنا 4 سلاسل من البوليبيبتايد، طيب السلسلة هذه جوتها هيم جروب، الهيم جروب هذا لو ارتبط بالأكسجين ايش حيسوي؟ حيعلي الأفينيتي، الرغبة في السلاسل الثانية انها ترتبط بالأكسجين. دقيقة، حيعلي رغبة، يا الله. فاحنا نتكلم هنا وقلنا انه عندنا أكسجين، السلسلة هذه الأولى من في الهيموجلوبين ارتبطت بالأكسجين،
تمام؟ ايش حيصير للسلاسل الثانية؟ حتعلى وترتفع الأفينيتي اللي هي الرغبة عندهم في انهم يرتبطوا في الأكسجين. وبرضو كمان العكس، يعني لو السلسلة الأولى هذه فصلت الأكسجين حقها، السلاسل الثانية حتقل رغبتها في الأكسجين وحتفصل الأكسجين منها. في الكوابرتيفيتي يعني انه اذا سلسلة ارتبطت او سلسلة فصلت الأكسجين، السلاسل الباقية تميل الى انها تسوي نفس اللي سوته الأولى. طبعا هذه الخاصية مش موجودة عند المايوغلوبين، لانه المايوغلوبين اصلا ما عنده غير سلسلة واحدة. تمام، فهذا الجدول مهم حيسهلنا السلايدات اللي باقية. هنا السلايد هذا بيتكلم لي عن جلوبولار بروتين. انا قلت لكم انه في السلايد في الليكتشر اللي قبل درسنا انواع البروتينات، ومنها فايبرس ومنها مدريش، وقلنا في هالليكتشر حنتكلم عن جلوبولار بروتين، فخلينا نفهمه ونحفظها كذا. في الليكتشر اللي قبل جبنا سيرة الفايبرين والكيراتين والإليستين والكولاجين، هذه كلها حتكون فايبرس بروتين. أي بروتين ثاني مر علينا ويسأل عن نوعه حيكون جلوبولر، إذا ما كان كولاجين أو إليستين أو كيراتين أو فايبرين حيكون جلوبولر. خلينا نتأكد يسجل. أوكي، في أول نقطة بيتكلمني عن جلوبولر بروتين، قلنا الجلوبولر بروتين بروتينات تكون زي الحبيبات كذا، طبعا ملفوفة لأنها بروتينات، البروتين يلف. فيقول لي الكومباكت شيب حقها، شكلها الملفوف ملفوف أكثر ومضغوط أكثر من الفايبرس بروتين، يعني تعقيدها في اللف أكثر من الفايبرس بروتينات. بيقول لنا الفولدينج is also provide structural diversity necessity to protein to carry out a wide area of biological function. معروف أنه الستركتشر أصلا structure البروتين شكله بيحدد لي الفانكشن حقه، فهذا المعلومة معروفة انه الستركتشر مهم في تحديد الفانكشن. فالجلوبولر بروتين هنا اخر نقطة بيتكلم لي، انا قلت لكم انه هذه الاربعة حتكون فايبروس بروتين. اي جلوبولر بروتين ثاني يسألك عنه حيكون اي بروتين ثاني يسألك عن نوعه حتختاري جلوبولر. فهنا قلنا جلوبولر بروتين include enzymes, transport بروتين، موتور بروتين، regulatory بروتين حقة التنظيم، كلها حتكون جلوبولر اذا ما كانت من الاربعة هذه الفايبروس. طيب في الليكشر هذا حنتكلم عن، في النقطة الأولى بيقول لي the efficient delivery of oxygen، توصيل الأكسجين من اللنجز إلى التيشو، يعني بياخذ أكسجين من اللنج للتيشو اللي بيوصل الأكسجين اللي هو الهيموغلوبين، and the maintenance الحفاظ of the tissue reverse to protein. بيقول لنا هنا the maintenance of protein reverse يعني إنه وظيفة المايوغلوبين إنها بتخزن بروتين جوة المسلز في التيشو عندها. ليش بتخزنه؟ طيب يعني احنا الهواء حولنا مره كثير، الاكسجين مليان، فكيف ليش احنا بنخزن البروتين؟ يقول لنا to protect against anoxic episodes، يعني في حالات الاختناق، في حالات التعب بعد التمرين، البروتين اللي متخزن ومحفوظ في المسلز بيطلع بيصير له ريليس، فبالتالي يرجع الوضع الجسم الى حالته الطبيعيه والصحيه. فعشان كذا تخزين البروتين مهم في حالات الانوكسيك ابيسود، في حالات الاختناق. طيب in mammals في الثدييات these functions are promoted by hemoglobulus hemoprotein، يعني بيقول لنا في الثدييات توصيل الأكسجين وتخزين الأكسجين اللي مسؤول عنه اللي هي الهيموجروب، الهيموبروتين هو اللي الهيموجروب هو اللي بيوجد جوة الأكسجين، إما أنا أوصله إما أنا أخزنه. طيب هنا بدأ يتكلم عن المايوغلوبين. المايوغلوبين قلنا هو مونوميريك بروتين، يعني مونوميريك يعني متكون من سلسلة واحدة من البوليبيبتايد، binds to oxygen tightly، يرتبط بالأكسجين بقوة، and reverse ترى كلمة ثانية للستورج، reverse يعني بيحافظ وبيخزن على الأكسجين جوته. طيب هنا بيتكلم عن a multiple substance of hemoglobin، بيتكلم عن الهيموغلوبين. هنا بيقول لنا هو تتراميريك بروتين، يعني تترا يعني أربعة، فمكون من أربعة بوليبيبتايد بروتين of erythrocyte، يعني موجود فين؟ في الريد بلد سيلز، interact in a cooperative fashion، يعني الطريقة حقته cooperative، واللي هي شرحتها cooperativity، انه اذا ارتبطت سلسلة السلاسل الباقية تبقى ترتبط بالأكسجين، اذا فصلت سلسلة أكسجين حقها السلاسل الباقية تفصل. تمام، طيب هنا بيقول لنا in addition
بيتكلم عن هيموجلوبين ترى هنا بيقول ان addition to delivering the oxygen يعني زيادة على توصيل الأكسجين برضو بيوصل لي وبينقل لي transport ثاني أكسيد الكربون زي ما قلت لكم انه هو بيوصل لي الأكسجين عند التيشو بعد ما يوصلها من عند التيشو ايش يسوي ياخذ ثاني أكسيد الكربون الموجود هناك ويرجعه الى اللنج عشان اللنج تعمل له disposal. طيب دحين حندرس الهيموجلوب. الهيموجلوب اللي هي الجروبات اللي بتنقل لي الاكسجين. الهيموجلوب المايوجلوبين الهيموجلوبين كلها شوفوا ركزوا انه كلها بتتوفر على الهيموجلوب. الهيموجلوب هو بيقول لي ان هو ايرون اف اي تمام ايرون كونتينت اوف سايكليك تترا بيريول يعني هذا هو الايرون شوفوا هنا هذا الهيموجلوب الشكل حقه موجود في النص الايرون الايرون وحوله تترا أربعة من التترا بايرول هذه هي الأربعة حوله حول ذرة الحديد واحد اثنين ثلاثة احسبهم عند الان أربعة تمام فهو بيقول انه هو مكون من ذرة حولها التترا بايرول consist of four molecular pyrrol ايوه أربعة molecular pyrrol مربوطين من الرينج هذه بالحلقة بيقول لنا هنا الاتوم اوف فيروس ايون يعني الايون هنا اللي موجود ايش بو زائد اثنين فيروس ايون يعني مش فرك اللي هو الموجب ثلاثة لانه الفرك الموجب ثلاثة حندرسه في اخر الليكتشر لو كانت الهيموجروب متكونة من موجب ثلاثة بدل اثنين موجب ثلاثة يسبب لي مرض انما الموجب اثنين اللي هو الستركتشر الطبيعي حق الهيموجروب فبقول إن هو متكون من فيروس ايرون اف اي موجب اثنين وبيقول لنا المايوجلوبين ريتش اوف الفا هيليكس يعني السكندري ستراكشر هو عنده تشرشري ستراكشر طيب ثالث لكن السكندري ستراكشر حقه مليان الفا هيليكس بيقول لنا هنا انه الالفا انه مكون الهيموجلوب هذا مكون من ثمانية 8 رايت هاندد الفا هيليكس كل مرقمة من الـ A إلى الـ H يعني عندنا الهيموجروب هذه مكونة من ثمانية ألفا هيليكس طيب كل واحدة منها معطينها اسم من A إلى H وكل واحدة جوتها مكونة من سبعة إلى عشرين من الـ شو اسمه الأمينو أسيد طيب يعني عندي ثمانية رايت هاندد ألفا هيليكس كل ألفا هيليكس جوا مكونة من سبعة إلى عشرين أمينو أسيد وطبعا اسماء الالفا هيليكس من اي الى اتش هنا بيتكلم عن الايرون بيقول لنا انه الهيموجلوب هذه المفروض الايرون هذه ذره الحديد تكون برا الحلقه لما يجي يرتبط الاكسجين بالهيموجلوب ايش يصير لها لما الاكسجين هذا يجي يرتبط بذره الحديد تصير في النص بيقول لنا هنا ايرون moves toward ذرة الحديد تدخل جوة الرينج حقة الهيموجروب متى لما الأكسجين is bonded لما ترتبط بالأكسجين تمام فيقول لنا the iron of unoxygenated يعني لسه الايرون ما دخل فيه أكسجين is outside الحديد لما ما يكون مرتبط بالأكسجين يكون لسه برا البلين أو برا الرينج يقول لك لما يرتبط بالأكسجين the iron moves within the plan of the heme ring تدخل على الوسط فهنا بيقول لنا الأكسجينيتين of myoglobin by motion فمتى يصير الأكسجينيتين هذا كيف يصير كيف تصير الهيموجلوب جوتها أكسجين لما يكون تصير عن طريق الحركة حركة الايرون فيعني يقول لك لما تتحرك لما يجي الاكسجين ويرتبط بالايرون الايرون تتحرك جوا الحلقة فبالتالي بتصير الهيموجلوب هذه فيها اكسجين اكسجينيشن اكسجينيتد تمام هنا بيتكلم ايوه بيقول لنا هنا الفانكشن حقت المايوجلوبين احنا تكلمنا قلنا المايوجلوبين تحفظ او تخزن للاكسجين بس يقول لك مش برضو يعني ما تعتمد بس على تخزين تبند الاكسجين ويخزنه لا بس كمان اسوي له ريليس واطلقه لما الجسم يحتاجه يعني عندنا مثلا هنا في هذه النقطه توضح يقول لنا
وينستريون اكسرسايز لما الشخص يسوي تمارين صعبة بيقلل لي البي او 2. البي او 2 اللي هو كمية الاكسجين جوة الدم او ضغط الاكسجين جوة الدم، فالتمارين هذه بتقلل لي كمية الاكسجين في المسلز، فبالتالي ايش تسوي؟ فبالتالي المايوجلوبين بدل ما يكون هو وظيفته تخزين تخزين الاكسجين، كمان وظيفته الثانية انه هو يريليس، يعمل ديسوسيشن، يطلق لي الاكسجين في الجسم مرة ثانية عشان يسوي لي الاي تي بي، سينثيسيس الاي تي بي، يصنع لي ويرجع الجسم لوضعه الطبيعي. فمتى يحصل ديسوسيشن اوف الاكسجين 2 من المايوجلوبين؟ متى؟ لما الجسم يسوي اكسرسايزز، فبالتالي يقل كمية الاكسجين، فبالتالي الجسم يطلع عشان يعوض النقص ويرجع الجسم لوضعه الطبيعي. طيب الحين دخلنا عن الهيموجلوبين، هندرس الهيموجلوبين بالضبط. احنا قلنا الهيموجلوبين مكون من 4 سلاسل 4 هيموجروب، 4 اكسجين يرتبط فيه. هو بينقل لي الاكسجين، وبرضه كمان ممكن ينقل لي ثاني اكسيد الكربون، شكله كوارتري استراكشر حقه، وبرضه كمان عنده خاصيه الكوبرتيفيتي، الحين حنقراها في السلايدات. يقول لنا الهيموجلوبين ابريفييتد اختصاره الاتش بي is roughly spherical، يعني كروي، شكله كروي تمام. وبيقول لنا كمان is tetrameric، يعني 4 سلاسل بروتين مكون من 4 هيم جروب، وكل هيم جروب مرتبطة مع لها بولي تشينج، اللي هي بولي بيبتايد تشين، سلسلة واحدة زي ما قلت لكم في الجدول. 4 سلاسل كل سلسلة جوتها هيم جروب، كل هيم جروب جوته أكسجين، كل واحد منهم موجود 4 في الهيموجلوبين، عشان كذا هو شكله كوارتري. طيب هنا بيقول لنا الحين حندرس البولي بيبتايد تشينج. البولي بيبتايد تشينج هذه مكونة من 2 تايب، من احنا عندي 4 سلاسل، سلسلتين ألفا وسلسلتين بيتا. هنا الكلام اللي بيقوله 2 ألفا تشين و2 بيتا تشين، سلسلتين ألفا وسلسلتين بيتا، فين؟ في الهيموجلوبين. وقلنا عنده كوارتري ستركتشر، و هنا بيقول لنا كان بنتو 4 اوكسجين موليكيولز، هذه كلها ان شاء الله ان كلها كتبناها في الجدول، فبس نقراها ونحددها تمام. فهنا اخذنا الشكل والستركتشر حق الهيموجلوبين. هنا حنتكلم عن النقطة قبل الأخيرة في الليكتشر، اللي هو ارتباط الأكسجين للهيموجلوبين. الأكسجين لما يرتبط في الهيموجلوبين، الهيموجلوبين بيوصله، لكن في حالات الارتباط، في أحيانا إنه يكون عندي حالة تي ستيت وأحيانا يكون عندي آر ستيت. التي ستيت إنه يكون الهيموجلوبين عنده لو أفينيتي، تي ستيت يكون عنده لو أفينيتي، يعني رغبة قليلة في إنه يرتبط بالأكسجين، فإيش يسوي؟ يفكه، يعمل له ريليس. فين هذه التي ستيت؟ فين تكون موجوده للهيموجلوبين؟ تكون موجوده عند التيشو، فنحفظ انه عند التيشو يصير عندي تي ستيت. ومنطقيا لما الهيموجلوبين يوصل الاكسجين ويروح يوصل الاكسجين الى عند التيشو، ايش يسوي؟ هتقل رغبته في الاكسجين، فبالتالي يفكه عشان تاخذ الخليه وتسوي فيه تفاعلات. فالهيموجلوبين قلنا عنده تي ستيت، التي ستيت يعني لو افينيتي، لو أفينيتي يعني إيش يسوي؟ يعني يفك ارتباطه بالأكسجين، فين يفكه؟ عند التيشو. طيب هذه الستيت الأولى، التي ستيت. الآر ستيت عكس الأولى، حيكون الآر ستيت عنده هاي أفينيتي، رغبة عالية في إنه يرتبط في الاكسجين، فين فايش يسوي؟ فيرتبط في الاكسجين، فين؟ عند اللنج. لما هو الهيموجلوبين هذا يفك الاكسجين عند التيشو، تقل رغبته فيفك الاكسجين، فلما يروح عند اللنج تزيد رغبته، فايش يسوي؟ يرتبط بالاكسجين، وبالتالي يرجع يوديه عند التيشو، بعدين يتحول من ار ستيت الى تي ستيت، وهكذا. يعني انا عندي ارتباط الاكسجين بالهيموجلوبين حالتين، تي ستيت يعني عنده رغبه قليله، فبالتالي ايش يسوي؟ يفك الاكسجين موليكيول، فين يفكه؟ عند التيشو عشان تاخذ الخليه وتستخدمه يعني. انما الار ستيت يكون عنده هاي افينيتي، رغبه عاليه في انه يرتبط في الاكسجين، فايش يسوي؟ يرتبط فين؟ عند اللنج. طيب خلينا نقرا الكلام.
يقول لنا الهيموغلوبين is allostric protein with a multiple bindings. Allostric يعني أربع سلاسل. The binding of the first oxygen molecule, أول ما ترتبط أول سلسلة بالأكسجين, is weak as it exits, لأنه يكون موجود في التي ستيت. يعني التي ستيت يكون عندي إيش, رغبة قليلة في الأكسجين. أنا أكون عندي تي ستيت, أروح أنا أروح من أروح إلى عند اللنج وأنا عندي تي ستيت رغبة قليلة. لما أنا أوصل عند اللنج وترتبط أول موليكيول تطلع من اللنج بالهيموغلوبين, إيش يصير؟ أتحول من تي ستيت إلى آر ستيت. شوف bending of the next two oxygen becomes more favorable. يعني لما ترتبط أول, هذه قلناها أنها cooperativity, لما ترتبط أول مولكيول أول دحين تجينا الهيموغلوبين تروح إلى عند اللنجز عندها T state ما تبغى ترتبط. أول مولكيول من اللنج يرتبط بالهيموغلوبين اللي هو الأكسجين حتتحول من T state إلى R state, فبالتالي تصير السلاسل الثانية ارتباطها بالأكسجين more favorable. This phenomena is known as cooperativity. تمام, هذا cooperativity, إنه أول ما ترتبط أول سلسلة بالأكسجين السلاسل الباقية تصير ارتباطها more favorable, مفضل أكثر. طيب الهيموغلوبين must bind oxygen eventually in the lung, يعني يرتبط الأكسجين فيه عند اللنج, فيكون عنده عند اللنج R state. Where the PO is about, يعني هنا يقول لنا كمية الأكسجين عالية في عند اللنج, فيرتبط هناك. And release the oxygen, بيطلع لي الأكسجين عند التيشو. تمام, يعني هو زي ما قلت لكم التي ستيت بيرتبط الأكسجين, بيسوي ريليس الأكسجين عند التيشو. الآر ستيت بيسوي لي بيرتبط بالأكسجين عند اللنج. طيب بيقول لنا المايوغلوبين, طيب لما or any protein that binds to oxygen, المايوغلوبين لما يرتبط بالأكسجين يصير عنده شكل اسمه هايبر بيندينج كيرف. المايوغلوبين لما يرتبط بالبيندينج أكسجين يصير شكله هايبر بيندينج كيرف, شكل المايوغلوبين. تمام, الحين حنعرف البيندينج تو كاربون مونوكسيد. اوكي, وقت الحرائق أحيانا نسمع أنه الشخص هذا يموت مش بسبب الحريقة, يموت بسبب الدخان, يموت بسبب مركب اسمه كاربون مونوكسيد أول أكسيد الكربون. يعني دحين أنا عندي, خلنا نفهمها, عندي هيموغروب, طيب عندي هيموغروب وعندي أكسجين. الأكسجين غالبا حيرتبط بالهيموغروب, لكن وقت الحرائق يطلع لي مركب جديد اسمه كاربون مونوكسيد. هذا المركب هذا مرة توكسيك, فيصير ايش يصير؟ يصير فيه تنافس هو والأكسجين على الهيموغروب. طبعا مين اللي يفوز؟ مين اللي دائما يرتبط في وقت الحرائق؟ يرتبط الكاربون مونوكسيد بالجروب بالهيموغروب. فبالتالي ايش يسوي الهيموغروب؟ توصله عند التيشو, التيشو يعني يدخل لها الكاربون مونوكسيد, هي ما تستفيد منه, يعني ما تقدر تستخدمه في عملية الميتابوليزم حقها, فبالتالي تموت الخلية. تمام, فهنا بخلنا نقرأ الكلام هنا. فبيقول لنا الكربون مونوكسيد has similar size to the shape of oxygen, عشان كده هم يتنافسوا يرتبطوا بالهيموغروب, لأن الأكسجين ولأن ثاني أكسيد الكربون يشبهوا بعض في الشكل والمقاس. So it can fit to the same bending site. الكربون مونوكسيد بند تو فري هيم جروب, يعني هو يرتبط بالهيم جروب افضل ب 20,000 مره من الاكسجين. فبالتالي احنا بالاخير نفهم ايش, نفهم انه لو صار عندي وقت الحرائق اكسيد الكربون, مين اللي حيرتبط بالهيم جروب؟ الاكسجين ولا هو حيرتبط. ليش؟ لانه شكله يشبه شكل الاكسجين, ولانه هو ارتباطه افضل, مش افضل يعني صحي اكثر, لا افضل يعني يرتبط بسرعه, يرتبط بقوه, يفوز على الاكسجين ويرتبط قبله بالهيموغروب. طيب فالبروتين بوكيت ديكريزز افينيتي, فهنا بيقول لي ايش بيقول لي؟ هنا بيقول لي البروتين بوكيت ديكريزز افينيتي, يعني هو البروتين يعرف انه الكربون مونوكسيد سام فبيقلل الافينيتي حقه, لكن اتستل مين اللي بالاخير يرتبط؟
اللي بالاخير بيرتبط يرتبط افضل. يعني حتى لما البروتين قلل الافينيتي رغبته في انه يرتبط في الكربونكسات لسه صار افضل 200 مره بالارتباط بالاكسجين ويرتبط هو. يعني بالاخير مين اللي يرتبط؟ اهم شيء الكربون مونوكسيد. فهنا بيقول لي كربون مونوكسيد از هايلي توكسيك، مره توكسيك، مره سام، اصلا حتى يسبب وفيات، مره سام. فازت كومبيتس، يتنافس مع الاكسجين على الهيم جروب. فطبعا بالاخير مين اللي يفوز؟ هو. فبيقول لي لما الهيم جروب هذه ترتبط بالكربون مونوكسيد ايش تسوي؟ كل المركبات هذه الهيموجلوبين المايوجلوبين والمركب هذا لما يرتبطوا بدل الاكسجين يرتبط فيهم الكربون مونوكسيد ايش يسوي؟ يعمل له ايش؟ بلوك للفانكشن حقه، خلاص ما يصير ينقل لي اكسجين، بس ما حيصير، حتموت الخلايا. تمام. فلما الكربون مونوكسيد يرتبط بالمايوجلوبين والهيموجلوبين وهذا المركب بدل الاكسجين حيسوي لهم بلوك للفانكشن حقهم. تمام. الحين حناخذ الفاكتورز اللي بتاثر لي على ارتباط الهيموجلوبين ورغبه الهيموجلوبين بانها ترتبط. قبل ما نبدا عندي تمبريتشر، درجه الحراره، عندي البروتون اللي هو الهيدروجين، وعندي ثاني أكسيد الكربون، وعندي مركب اسمه 2-3 بايوفوسفوليريت أو شيء زي كذا. المهم إنه هذا شكله. هذه كلها الأربعة، التمبريتشر، البروتون اللي هو الهيدروجين، الثاني اكسيد الكربون، وهذا المركب كلها ايش بتسوي مع الافينيتي، مع رغبه الهيموجلوبين في انه يرتبط بالاكسجين؟ عكسيه. اذا زادت هذه المركبات تقل رغبه الهيموجلوبين بانه يرتبط بالاكسجين، فبالتالي ايش يسوي؟ يعمل له ريليس. الفاكتور الوحيد، كل الفاكتورز عكسيه، الفاكتورز الوحيد اللي طردي اذا زاد هو زادت رغبه الهيموجلوبين في انها ترتبط بالاكسجين هو البي اتش. إذا زاد الـ pH تزيد رغبة الهيموجلوبين ويصير يسوي بند مع الأكسجين. تمام. فأنا الحين خلونا نشوفه، عندي خلنا نشرح لكم على رسم. عندي خلية، طيب جاها أكسجين وسوت تفاعلات طلع ثاني أكسيد الكربون، وعندي هنا الهيموجلوبين مرتبط بالأكسجين. طيب هو غالبا يرتبط بالأكسجين دائما أصلا. إيش بصير لما الخلية هذه تسوي ميتابوليزم وتفاعلات وتطلع لي ثاني أكسيد الكربون؟ بتطلع معه بروتون اللي هو الهيدروجين. هذا البروتون إحنا قلت لكم فوق إنه هذا الفاكتور عكسي، إذا طلع هذا البروتون وزاد هذا البروتون هو دائما يزيد فين؟ عند التيشو. خلاص. إذا زاد هذا البروتون وطلع ايش حيصير؟ حتقل رغبة الهيموجلوبين في انه يرتبط بالاكسجين، فايش يسوي؟ يفكه. فالاكسجين فين يروح؟ يروح عند الخلية. البروتون هذا فين يروح؟ يروح عند الهيموجلوبين. تمام. فخلونا اذا فهمتوا هذا الشيء خلنا نقرا هذا الكلام نشوف. البلود تمبريتشر قلناها ان هي عكسية، اذا ارتفعت البلود تمبريتشر ريديوس هيموجلوبين افينيتي، تقل. hence more oxygen is delivered. فلما تقل رغبة الهيموجلوبين، فين تقل رغبة الهيموجلوبين؟ دائما تقل عند التيشو. فايش يسوي لما تقل رغبة الهيموجلوبين؟ يوصل الاكسجين، يفك الاكسجين عند الخلية عشان تروح عنده. طيب ثاني شيء البلود تمبريتشر. البلود تمبريتشر احنا قلنا هو الوحيد، اذا ارتفع البلود تمبريتشر البي اتش، اذا ارتفع البلود بي اتش يرتفع الافينيتي ويعمل بند. فيقول لي activity metabolism tissues generate الH اللي هو البروتون. شوفوا زي ما قلنا تفاعلات الخلية بتطلع لي بروتون. هذا البروتون ايش يسوي؟ زي ما هو عكسي مع الأفينيتي حقة الهيموجلوبين، برضو البروتون هذا إذا طلع يقل الـ pH. طيب يعني البروتون هذا عكسي مع يعني إذا زاد البروتون هذا وهو يزيد عند التيشو، فعند التيشو لما يزيد البروتون يقل الـ pH، تقل الأفينيتي، فإيش يصير؟ فالهيموجلوبين يفك لي الأكسجين. طيب فين يقول لنا lowering the pH of the blood near the tissue، فبيحول لي
bending to proton to steady state. فلما اصلا لما يرتفع ال لما يرتفع البروتون نسبة البروتون وبرضو الهيدروجين فتقل البي اتش، فبالتالي لما تقل البي اتش يقل الافينيتي، ولما تقل الافينيتي قلنا لما تقل الافينيتي لور افينيتي حيكون احنا في تي ستيت. فهنا بيقول لنا انه احنا نكون في التي ستيت لما يزيد الهيدروجين ولما فيقل البي اتش فتقل الافينيتي، فنكون في التي ستيت مش في الار ستيت، نكون في التي ستيت. لانه ايش؟ لانه ارتفع الهيدروجين فقل البي اتش فقلت الافينيتي. هذا التي ستيت وال الافكت هذا اسمه ايش؟ اسمه بور افكت، انه التي ستيت والار ستيت. طيب هنا بيقول لنا انه التيشو بتستخدم الاكسجين انسبريشن فعلا، وبتطلع لي ثاني اكسيد الكربون، بيطلع لي ثاني اكسيد الكربون، بروديوس ثاني اكسيد الكربون. الثاني اكسيد الكربون هذا بيدخل على الهيموغلوبين عن طريق في عندنا انزيم اسمه كربونيك، هذا الانزيم بيحول لي ثاني اكسيد الكربون والمويه الى بايوكربونيت. البايوكربونيت هذا فين؟ احنا مو قلنا انه الهيموغلوبين يفصل الاكسجين يدخل جوا والثاني اكسيد الكربون هذا يروح على شكل بايوكربونيت. بايوكربونيت and produce H. ال H هذا هو اللي يدخل جوا عند الهيموغلوبين، فيطلع لي ثاني اكسيد الكربون يتفاعل لي مع المويه عن طريق الانزيم هذا، يطلع لي بايوكربونيت وهيدروجين. فكل ما زاد الهيدروجين عند التيشو تقل الافينيتي. طيب هذه الفينومينا ايش اسمها بور افكت. طيب عندنا ثالث ورابع فاكتور. احنا اول فاكتور قلنا بلوت تمبريتشر، بلوت تمبريتشر عكسي، البي اتش الوحيد اللي هو طردي، الكربون ديوكسيد ثاني اكسيد الكربون عكسي. كل ما تزيد ثاني اكسيد الكربون كل ما بتقل الافينيتي والهيموغلوبين بيسوي ريليس للاكسجين. فهنا بيقول لنا 85% من ثاني اكسيد الكربون ترانسبورتد يتحول الى كربونيك اسيد. 85% من الاكسجين ثاني اكسيد الكربون يتحول الى كربونيك اسيد، 10% منه بيتنقل بالهيموغلوبين على شكل ايه؟ على شكل كارباميت، و 5% منه اما يصير ديسولفد غاز او يصير كربونيك اسيد. المهم نعرف انه الكربونيك اسيد انه ثاني اكسيد الكربون هذا اذا زاد تقل الافينيتي، فبالتالي اصلا هو تقل الافينيتي. فلما عند الهيموغلوبين يكون الهيموغلوبين هذا مرتبط باكسجين. طيب ويجي عند الخليه اللي هي طلعت ثاني اكسيد الكربون، بس تيجي الهيموغلوبين ويشوف ثاني اكسيد الكربون تقل الافينيتي عنده في انه ياخذ الاكسجين فيفصله. الهيموغلوبين اسيست ان ثاني اكسيد الكربون ترانسبورت تو ذا لنج، يعني الهيموغلوبين كمان احنا مو قلنا الهيموغلوبين بيوصل لي ثاني اكسيد الكربون، بما ان فهو شوف 10% منه بيتحمل ثاني اكسيد الكربون. فالهيموغلوبين ما يقدر يشيل اكسجين وثاني اكسيد الكربون مره واحده، فلما يشوف الاكسجين تقل رغبته بالاكسجين، فلما يشوف ثاني اكسيد الكربون عفوا تقل رغبته في الاكسجين فيفك ارتباطه فيه ويرتبط مع ثاني اكسيد الكربون. بيقول لنا كيف الهيموغلوبين هذا بينقل ثاني اكسيد الكربون؟ عن طريق يحوله الى كارباميتس which results in ايش؟ in release بروتون. فلما انا بطلع بروتون، شوفوا هنا في الرسمه، لما انا بطلع البروتون بحول ثاني اكسيد الكربون هذا الى كارباميت، تمام؟ كارباميت. ف الهيموغلوبين هذا ما ينقل الاكسجين كذا ثاني اكسيد الكربون، لا يعني بهذه الطريقه ينقله على شكل كارباميت. which results in releasing proton. هذا اسمه برضو ايش؟ بور افكت. اخر فاكتور بيأثر عكسيا على الهيموغلوبين الافينيتي، يعني اذا زاد هذا العامل تقل الافينيتي، اللي هو الاثنين ثلاثة بي بي جي. هذا has a tendency to bend to the B substance حقة الهيموغلوبين، بيرتبط مع البي substance في الهيموغلوبين
therapy decreases the affinity of pH for the oxygen. لما احنا نطلع مرتفعات احيانا نحس التنفس صعب. ليش التنفس صعب؟ لانه هذا المركب 2.3 ppg زاد. فلما بيزيد هو تقل الافينيتي رغبة الهيموغلوبين في انه يحمل الاكسجين. فبالتالي احنا لما نزيد هذا المركب نكون عند التي ستيت عند اللو افينيتي، تمام؟ فبالتالي يعني التنفس يصير صعب لانه الهيموغلوبين رغبته في الاكسجين تكون قليلة. فاحنا قلنا عندنا اربعة فاكتورز، تمبريتشر والبروتون الH والكربون دايوكسيد وهذا الأخير. هذه تكون عكسية، إذا زادت تقل الأفينيتي. البلود إنما البلود تمبريتشر سوري اللي هو ال pH هذا الوحيد اللي يكون طردي. كيف يعني طردي؟ يعني إذا زاد ال pH يزيد ال يزيد الأفينيتي. تمام، هذا المخطط هو تلخيص لكل الفاكتورز. يعني شوفوا الليفت شيفت انكريز ذا افينيتي، كيف ترتفع الافينيتي وفي رغبة الهيموغلوبين بانه يرتبط بالاكسجين. لما تقل كمية ثاني اكسيد الكربون، لما تقل كمية الهيدروجين اللي هو البروتون، لما تقل كمية هذا المركب، ولما تقل التمبريتشر، ولما كمان ترتفع ايش الحمض اللي هو شو اسمه البي اتش، درجة هذا البي اتش. فالPH لما يرتفع هو الوحيد اللي إذا ارتفع ارتفعت الأفينيتي، إذا قل قلت الأفينيتي. فهنا متى يقول لي تقل الأفينيتي؟ متى؟ لما ترتفع الكربون ديوكسيد أيوه ثاني أكسيد الكربون، ولما يرتفع البروتون يزيد كميته، ولما تزيد كمية هذا المركب، ولما تزيد درجة الحرارة حتى إيش يصير؟ الأفينيتي تقل. فهذا زي التلخيص. طيب دحين هناخذ على اخر سلايدين اللي هي الامراض الهيموغلوبين باثي، امراض بتصيب الهيموغلوبين. عندنا اول مرض اللي هو الميثاغلوبينيميا، اللي هو زي ان تتذكروا لما قلت لكم الهيموغلوب مكونه من ايون فيروس اللي هو 2، وقلت لكم لما يكون بدل الاف اي 2 اف اي موجب 3 حيكون عندي مرض. هذا هو المرض الميثاغلوبينيميا، اللي هو الهيم ايرون ذرة الحديد اللي جوا از فرك، يعني موجب 3 بدل ما انها تكون فرس. هذا هو سبب المرض. اهم شيء انه المرض وسببه. ايش سبب الميثاغلوبينيميا؟ انه عندي انا ايرون الفرك موجب 3 بدل ما تكون موجب 2. فبالتالي ايش يصير؟ انيبل الهيموغلوبين يصير انيبل، غير قادر على انه يرتبط، او غير قابل على انه يرتبط وينقل الاكسجين. طيب هنا كمان حناخذ الهيموغلوبين اس اللي هي تكون موجود في السيكل سيل انيميا، سيكل سيل انيميا اللي هي الانيميا المنجلية. الهيموغلوبين حيكون عندي المشكلة هنا انه الهيموغلوبين الطبيعي شكله كذا، طيب، لكن احيانا يصير في السيكليك انيميا يصير شكله كذا غير طبيعي. فالدائري هذا يحمل الديسك، شكله ديسك يحمل اكسجين اكثر. فهذا الشكل اول شيء يعمل لي ما يحمله للاكسجين ضعيف. ثاني شيء هو اصلا ستيكي يلصق، فيعمل لي كلوتينج تجلطات. فايش سبب الهيموغلوبين سيل اللي هو السيكليك سيل انيميا؟ ذا الفا تشين از نورمال. انا عندي في الهيموغلوبين 4 سلاسل صح، الفا وبيتا. الالفا كلهم تمام، البيتا is mutated. البيتا اللي هي البيتا تشين هذه الثنتين، اما واحدة منهم اما كلهم صار لها ميوتيشن اللي هي طفرة. فيقول لنا الالفا تشين في الهيموغلوبين هنا تمام، لكن البيتا تشين صار لها ميوتيتد اللي هي صار لها طفرة. فاما تكون واحدة منهم او اما تكون كلهم صار لهم طفرة. المهم ان هي الطفرة في البيتا تشين هي سبب الهيموغلوبين سيل. اخر سبب اللي هو التلاسيميا
اللي هو جيناتيك ديزيز، مرض وراثي سببه partial or total absence، غياب، يعني غياب لواحد أو أكثر من البيتا تشين in the hemoglobin. يعني فوق عندي 4 البيتا تشين، طيب عندي 4 فوق هنا ما فقدت، موجودة في الهيموغلوبين سيل موجودة، لكن صار لها ميوتيشن، صار لها طفرة. لكن هنا في هذا المرض عندها total absence، غايبة ما هي موجودة، يعني 3 عندي ممكن أو أقل. فيقول لي غياب واحد أو أكثر من البيتا والألفا. هنا في الهيموغلوبين سيل عندنا بس البيتا اللي يصير لها واحد أو يا كلها يا واحد منها يصير لها ميوتيريشن، تكون موجودة لكن فيها طفرة. هنا غياب عندي 4 سلاسل من الهيموغلوبين، ألفا 2 وبيتا 2، يمكن يصير لي غياب لأكثر من سلسلة أو سلسلة واحدة منهم، من الألفا ومن البيتا كلهم. هنا بيقول لي إنه الأبسنس، يعني لما يقول لي الألفا صفر يعني ما في ألفا، يعني ثنتين ألفا مفقودة. لما يقول لي بيتا صفر يعني ثنتين مفقودة. لكن لما يعطيني العلامة السالبة هذه معناته إنه فقد بس واحدة غايبة مش موجودة. فبيقولوا لي إنه هذا المرض التلاسيميا اللي هو الجيناتيك ديسوردر ممكن يتعالج بإنه يعملوا له مارو ترانسبليشن، يعني يزرعوا له النخاع فبيتعالج، هذا التريتمنت حقه. فهذا الليكتشر الحمد لله، إن شاء الله أنها تكون واضحة. إذا عندكم أي سؤال كلموني على التليجرام. هذه تلخيص للأمراض وأسبابها.